معايا مباشرة الفنان والإعلامي سي توفيق بوشيتي. أهلا بك توفيق بوشيتي ومرحبا بك على ميديا. اهلا وسهلا منتصر الغزال، وانت طبعك يعني محبوب، وكنحيي كل الزملاء اللي مرافقينك اليوم، لويزا والسي سعيد والمستمع الكريم اللي بطبيعه الحال كيخلينا كل يوم كنزيدوا نعشقوا هذه الاذاعه الجميله، هي راديو ميديان اذاعه المغرب العربي بامتياز. بارك الله فيك. ومعنا في الاستوديو الفنانه سكينه فحصي. سكينه لاباس عليك؟ السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، تبارك الله عليك. بون شونس بون كونتينياسيون. الله يبارك فيك. خير على خير. شكرا. دائما تتي تكون عندك اللمسه الفنيه ديالك، لما لا تكوني حاضره بقوه ونتعرفوا ان شاء الله ونتواصلوا وتكون على جديديه ان شاء الله مستقبليه. مرحبا مرحبا. اي واحد الاستمراريه، الهدف ديالنا هو انه ما كرهناش كلنا نديروا شي حاجه اللي ممكن تخلي ذاك الفنان دوك الصراعات وداك الشيء كل شيء يطفى، وبلاصه الصراع يمشي يخدم على راسه ويجتهد الاجتهاد باش يمكن يزيد يكبر في عين وفي قلب الجمهور. هذا هو الهدف ديالنا اساسي. تماما. الله يوفقك. الله يوفقك حتى انت تبارك الله. لان سكينه تبارك الله عليها عندها ماستر اون جيولوجي، والان تتحضر واحد الدكتوراه في جيولوجي، وانت بغيت نقول لك مبروك، لان بكليه علوم التربيه ناقشتي بحث تخرجي. نعم. ماستر التربيه الجماليه وتدبير مهن الفن والثقافه حول الموضوع. نعم. جماليات الصوره لدى الشخص الكثير. واو برافو. هاد 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 اللي خلاني نكتشف بزاف ديال الاشياء. شكرا جزيلا على التهنئه اولا. والموضوع ديال جماليه الصوره لدى الشخص الكثيف هو اللي انا براسي نتعلم فيه اشياء كثيره، بحيث انه اكتشف الالوان، الاحلام لكل مكفوف، كيفاش كيحلم واش كيحلم كيشوف بالليل، الاشكال الهندسيه، يعني اكتشف انه العالم ديالنا غني بشي حوايج. واكتشف ان النتائج الاخيره اللي وصلت لها هو انه الوصف الصوتي ولا شيء ضروري ومهم، يعني طريقه اللمس باش يعرف المكفوف الاشياء. واكتشف حاجه، واحد الحاجه غريبه على كل الناس زدينا منتصر، على انه جماليه الصوره لدى الشخص كثيف. انت مثلا الى ما يمكن لكش كتشوف باش تقيس السبع مثلا ولا الحيوانات ولا غيرها، فهاد البوسيبيليتي ممكن للمكفوف من خلال لي جويل، العاب ديال الدراري الصغار اللي كتقيسها وكتعطيك فهمتي شي حوايج خياليه الحمد لله. واول اللي شرفني اكثر هو اول بحث في العالم، يعني انه جماليه الحقيقه، حيت لي كيستيون اللي كيطرحوا مثلا اللي كنوقف انا مع شي واحد كيشوف، اول سؤال كيطرح كيفاش كيتخيلني، ونقدر نقول له وقتاش ما كتشوفش، لا واقيلا غادي نحرجوا، لا واقيلا غيحشم من، يعني هذه اسئله جاوب عليها البحث ديالي اللي غي ان شاء الله غيكون مشروع بحث كتاب ان شاء الله. والحمد لله دابا دفعت الدكتوراه في احد الجامعات لاول مره غادي يتناقش حتى هو زويون، يعني الدكتوراه ان شاء الله نفتح به الشهيه ديال الدراسه لواحد السنوات، هو الالتزامات والعقود الفنيه اللي كنلقاو فيها مشاكل ما بين المهرجانات والشركات والقنوات الى اخره. يا سلام. العقود الفنيه اشكاليه كبيره اللي ما موحداش واللي النوار لعب فيها دور كبير، فبالتالي ان شاء الله غادي نمشيو وغادي تكون تجربه ان شاء الله، وكاينين احلام اللي باقي في طريقي غنحققهم ويكون فيها تميز من بينها كتاب ينيز يا ربي ان شاء الله من 7 سنين ان شاء الله. برافو. انا تنقول لك برافو. ماشي انت فنان كفيف، انت صاحبي اولا وانت قدوه لبزاف الناس، لان حنايا بعض المرات ما تنحمدوش الله من اي حاجه، وتنديم تنتشكاو، وكاينين الناس ربي تحيد لهم شي حاجه باش يعطيهم انهم يكونوا اقوياء وانهم يديروا حوايج يفيدوا بها الناس. بعد ما هذا الماستر ديال التربيه الجماليه وتدبير مهن الفن والثقافه واللي اختاريتي هذا الموضوع جميل اللي هو جماليات الصوره لدى الشخص الكفيف، وان شاء الله تكون عندنا ضيف موزايك ونقدروا نفيدوا الناس. واللي عجبني انك شكرتي الناس اللي كانوا سند ليك وقلتي لهم انتم العين التي ابصر بها، شكرا ليك تبارك الله عليك. اكيد هذه. شكرا انت خويا منتصر، شكرا لكل الناس اللي كيثيقوا في القدرات، يعني ماشي ذوي الاحتياجات ولكن هما ذوي القدرات الخاصه. تماما. ما يمكنش ليا ما نشكرش الناس اللي بداوا معايا من النهار اللي تولدت، لان هاد الناس بالقليل ولا بالكثير ولكن واضعين ثقه فيا وكيتخيلوا انني غادي عندي رغبه. اذا الرغبه الا ما كانش واحد المساند الرسمي هما الناس في حياتي، غادي تخلق في نفسي عقودات، فبالتالي هاد
العقد اللمساوية أنا حيتهم وبغيت ندير شي حاجة لبلادي ولخوتي وصحابي اللي كي اللي فانز ديالي اللي كيتمناو أنهم يشوفوني بأحلى صورة، والصورة هي الجمالية اللي ممكن نخلقها، والصورة هي اللي تعلمت شي حوايج في حياتي اللي هي حقيقة خلاتني نخلق تميز الأشياء اللي ممكن نديرها. ومشكور مشكور لكل الناس اللي دعمتني من بعيد ومن قريب، فالحياة مازال مستمرة، يمكن نوصل رسالة لكل الناس اللي داروا معايا يديهم، ماشي بالضرورة ولكن معنويا يعني كتحس بتشجيعهم والتنويه والتحفيز شي أساسي في الحياة باش يمكن توفيق يزيد ان طالب. اسمح لي راه ما كتستحقش غير التشجيع والتنويه، راه كتستحق لي تروفي يا خويا. والله الا تبارك الله عليك. هاد جوج ديال المواضيع اللي ناقشتي انا كيف ما قلتي كيجيوني كيطيحوا غير على الناس اللي عندهم قدرات خارقه في الـ في الـ في, الـ في التامل وفي وفي, وفي الـ في التامل. كيف ما كتعرف اختي سكينة، اختي سكينة هاد الدكتوره ان شاء الله اللي غادي نطلق بها المشروع في شهر 11 ان شاء الله. ان شاء الله الدكتوره باش نوصل لك واحد الميساج خطير بزاف، على انه تدبير مهن الثقافه هي مساله ادبيه، فبالتالي حاولت نخلق واحد المقارنه ما بين العقود الفنيه. غادي القناه في انه ممكن الماستر ديال الاداب يخليك تحيل على مجال الحقوق، بالتالي بحال حسيت نفسي غندخل مجال الحقوق الدروه هنايا ما بين الحقوق والفن، لانه اصلا هذا امر كيهمنا كاملين. تماما وكنظن انه الفنان هو اللي غيكون حاس بالمشكل ديال هذه القضيه، حتى الحمد لله احنا في هذا المغرب كاينين شي ناس كتقول له راه خاصك دير معايا كونطرا باش نجي ندير لك ان كونسير، كيقول لك علاش حنا ما محتاجينش كونطرا، واش ما كتثقش فيا؟ مزيانه هذه القضيه. علم انه الكونترا كتعرف بعدا شنو خارج لك من الاصل، لان كاين واحد البيجي كيكون فيه وسيط، وهذاك الوسيط ما كيعطيكش الحقيقي المعنى الحقيقي اللي ممكن يكون هو، وفي نفس الوقت خصو الواجب ديالو الضريبه تخلص الدوله، الدوله كتخرج ميزانيه دونك هذه الضريبه خصها تخلص للدوله. تماما. وحنا حنا حنا هذا الشيء خصنا نتعلموه ونفهموه، وماشي غير اجيو سنين قراو اللي كاين في الورقه. تماما. نتمنوا الخير. نتمنوا الخير داك الشيء اللي كاين.